لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، الدفاع المدني تمكن من انتشال 22 جثة جديدة من تحت أنقاض المنازل وسط الموصل القديمة. في صحيفة المدى، ينامي 365 قتيلا وجريحا خلال الشهر الماضي. في موقع كتابات، النزاهة العراقية إحالة 3095 متهما بالفساد إلى القضاء، بينهم 18 وزيرا ومن بدرجتهم. في موقع الجزيرة نت، روسيا تقصف إدلب بعنف انتقاما لإسقاط طائرتها. في صحيفة العربي الجديد، سباق تسلح يهدد أوروبا بسبب الخطر الروسي. في صحيفة القدس العربي، تنفيذية منظمة التحرير تطالب الحكومة بإعداد خطط فك الارتباط مع إسرائيل وتعليق الاعتراف بها. وفي صحيفة الحياة، احتدام القتال على أبواب صعدة. السلام عليكم. من الأمور المضحكة جدا ما حصل أخيرا باعتبار شهادة البكالوريوس الحد الأدنى لمن يتقدم للترشيح للانتخابات القادمة، وكأنهم وضعوا أصابعهم على مكان الجرح وعرفوا سر فشل البرلمان في الدورات السابقة. الطامة الكبرى أنهم يدركون جيدا أن الفشل المستمر المتواصل لا علاقة له بالشهادات ولا بالمستوى العلمي والثقافي للنائب، لأسباب كثيرة هم يعرفونها قبل غيرهم. وحتى لو جعلوا شهادة الدكتوراه حدا أدنى للمرشح، فلن يتغير شيء على الإطلاق، بحسب مقال للكاتب أنيس الأنصاري في موقع كتابات، حيث هاجم العملية السياسية في العراق برمتها. وحتى لو جعلوا شهادة الدكتوراه حدا أدنى للمرشح، فلن يتغير شيء على الإطلاق، فهذا البرلمان المسكين الذي ولد بعملية قيصرية ماكرة ووضع على مهد المحاصصة الطائفية والعرقية وتغذى بحليب الشياطين وتعرض لأبشع عمليات الاغتصاب من قبل القوى المستحوذة على مفاتيح العملية السياسية، ولا يمكن أن يكون برلمانا كسائر البرلمانات المحترمة، ولا يحتاج النائب في مثل هذا البرلمان إلى مستوى علمي وثقافي راق يؤهله للإبداع والابتكار ولإيجاد الحلول، طالما أنه مجرد بيدق تحركه القوى المتنافسة كما تتحرك البيادق على رقعة الشطرنج. بل كل المطلوب منه أن يفهم دوره وأن يجيد هذا الدور المرسوم له من قبل سلاطين الكتل المتحكمة بمجريات الأحداث. عليه أن يعرف كيف يكمل النصاب أو يكسره بالجلوس في كافتيريا البرلمان، وعليه أن يجيد المشاكسات وفتل العضلات والصراخ والزعيق والتصفيق والنعيق والتطبيل والتهويل والموافقة أو الاعتراض دون أن يفهم لماذا وافق ولماذا اعترض. وإن لم يستطع أن يلعب هذا الدور، فعليه أن يبقى متفرجا أو نائما بغفوة عميقة ترحمه من آلام الصداع. ويضيف الكاتب: ثمة أسئلة منطقية تعزز ذلك المفهوم وتدحض أي اعتراض على ما تقدمت به. فلماذا قدم أصحاب الشهادات العليا تحت قبة البرلمان ماذا قدموا خلال دوراتهم الثلاث للشعب العراقي من إنجازات ملموسة، أو على أقل تقدير من اقتراحات ترتقي إلى مستوى علمهم وثقافتهم؟ هل كان لهم الصوت المسموع الفعال لتغيير الواقع المؤلم إلى واقع آخر مفعم بالآمال المنشودة؟ هل احترموا شهاداتهم العلمية ليقولوا لأولئك الفاشلين كفى ضحكا على الذقون؟
عمليا وواقعيا لا توجد قوة عراقية أو عربية أو دولية ستقدر على منع هادي العامري وقيس الخزعلي وأبي مهدي المهندس أو وكلائهم من الدخول إلى قبة البرلمان القادم برفقة جنود الحماية وضباطها وهم مدججون بالسلاح أشداء على الكفار رحماء بينهم رضي من رضي وأبى من أبى بحسب الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقاله بصحيفة العرب اللندنية. المقرر النافذ أن يكون البرلمان القادم مسلحاً من رأسه لأخمص قدميه ليكون في خدمة دولة المهد المنتظر، وأن يكون تحالف ميليشيا بدر والعصائب والنجباء وكتائب حزب الله وسرايا الخراسان وكتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي وفصائل أخرى قائده الأعلى، ومنه سيخرج رئيس وزراء العراق القادم، ويظهر أن هادي العامري الأقرب والأقوى والأقدر على حصاد الأغلبية من أصوات النواب المؤيدين والمباركين له رئاسته وعهده الأمين. من متابعة الشريط الطويل من الوقائع على الأرض يثبت بالوجه الشرعي المؤكد أن جميع معارك المصير الانتخابية العراقية هي معارك بين سفارات شقيقة وصديقة ومساجد وحسينيات ومصارف وشركات أجنبية كبرى وصغرى تدور على الأرض العراقية ويديرها نيابة عنها مرتزقون في غاية الإخلاص والوفاء لأولياء نعمهم. من الآن صار في الإمكان أن نتكهن بشكل البرلمان القادم ورجاله البارزين الذين سيلصقون على شاشات الفضائيات والصحف والمواقع 4 سنوات عجاف جديدة قد تكون أسوأ سنوات هذا الوطن الحزين. ستسمع قعقعات السلاح في مطاعم البرلمان وربما تحت قبته أيضا، وستمتلئ ساحاته بالمصفحات والمدرعات التي يمتطيها جنود الحمايات وضباطها، وستغلق الشوارع والمداخل حتى وهو في قلب المنطقة الخضراء الحصينة، وقد يقف على مداخله الرئيس مسلحون يفتشون الكبير والصغير من الداخلين حتى لو كان رئيس جمهورية خوفا على سلامة المجاهدين من كيد خائن أو عميل. رغم إغلاق المفوضية العليا للانتخابات في بغداد أبواب تسجيل التحالفات الانتخابية، تشهد الساحة العراقية انسحابات وتحالفات جديدة غير معلنة وأخرى سرية، بينما اتفقت أخرى على التحالف لاحقا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 من أيار مايو المقبل. وبينما يرى خبراء أن التحالفات الحالية هشة ولن تصمد بعد إعلان نتائج الانتخابات، يجد برلمانيون أن تحالفات ما بعد الانتخابات ستخلق بيوتا مذهبية أقوى من الحالية بحسب تقرير لصحيفة العربي الجديد. الأحزاب السياسية التي ستخوض سباق الانتخابات بقوائم منفصلة اتفقت بطريقة سرية على الرجوع للتحالف مع كتلها الأم أو مع ما يتفق معها عرقيا أو مذهبيا بعد إعلان نتائج الانتخابات لضمان الوصول إلى الكتلة الأكبر، وهو أسلوب قديم تعمل وفقه الأحزاب العراقية منذ أكثر من 14 عاما. الكتل الشيعية قادرة على خلق بيت شيعي واحد إذا ما حدثت تسويات بين الفرقاء، لكن الكتل السنية ستبقى منفصلة وتمثل بيتين بينهما نهر واسع، موضحا أن البيت السني لن يصبح واحدا طالما أن هناك خلافا على من يمثل هذا البيت من الكتل والأحزاب الحالية. إن تحالفات ما بعد الانتخابات إذا اعتمدت على المذاهب أو الأعراق فمعناه أن العراق لن يتقدم خطوة واحدة خلال السنوات الأربع المقبلة. البحث عن تكتل شيعي ينافس تكتلا سنيا كبيرا، ومن ثم يدخل إلى الحلبة تكتل كردي كبير، هذا يشير إلى أن الصراع سيبدأ من جديد مثل ما حدث في السنوات الماضية، ولكن تحت شعار الدولة المدنية. وتضيف الصحيفة نقلا عن سياسيين أن الرؤى الخارجية لدول الجوار وغيرها هي التي تتحكم بالإرادة الوطنية للسياسيين العراقيين، وبالتالي فإن بعض قادة المكونات السنية والشيعية والكردية ما هم إلا أنامل لقوى إقليمية وعالمية.
عراق جديد طيع نموذج للدول الطامحة للحرية يخضع للمعايير السياسية والاقتصادية العالمية خال من الشر والاعتداءات، ديمقراطي شعبه يحدد من يحكمه ومن يدير شؤونه. هذا ما كان يقال عن عراق ما بعد 2003، لكنه انهار مع أول تشكيل يحمل في طياته مشروع بناء هويات فرعية دون الرجوع للهوية الوطنية، وتشرع القوانين وفق رغبات الأعضاء، ويتقوس ما بين الامتيازات والحصانات غير مكترث بمصير شعب يعاني ويلات الحروب والامتيازات والحصانات. هكذا جاء في مستهل مقال للكاتب أثير ناظم الجاسور في صحيفة المدى. إن مخرجات النظام الديمقراطي في العراق تعد غريبة على المجتمع ولا تتناسب مع المفهوم وتفسيراته، فلا الحكم للشعب ولا يعد مصدرا للسلطات، وراح يدار من قبل سفارات الدول المجاورة بالتعاون مع القوى الكبرى التي أخفقت بالسيطرة على عمل حلفائهم في العراق، لا سيما وأن العراق بعد احتلاله قسم وفق معادلة الأعلى والأسفل، فكل ما تحت الأرض للقوى الكبرى وتحديدا الولايات المتحدة، وكل ما فوق الأرض من طاقات بشرية إلى آخره لدول الجوار. ونتيجة لذلك ظهرت على الساحة العراقية تعددية حزبية مشوهة هجينة خلقت شريحة من المنقادين غير قادرين على اتخاذ أي قرار، وأصبحوا عالة على المجتمع، وتوقفت الماكينة المجتمعية عن خلق طبقة سياسية جديدة بعد أن أصبح المجتمع شريكا لهذه الطبقة، على الرغم من أنهم فشلوا وعلى مدار 15 عاما في إدارة الدولة، إلا أن المجتمع لم يستطع أن يغير هذه الطبقة. يضيف الكاتب المحصل أن العراق هو ضحية لديمقراطية سوء اختيار أحزاب وشخصيات فشلت بأن تجعل منه نموذجا يحتذى به. الأدهى من ذلك جعلوه نموذجا لعدم الاستقرار والتشتت والتفرقة، ومنتجا لعدم الاستقرار جعلوه في أسفل قوائم التصنيفات التعليمية والقضائية، جعلوه نموذجا للفساد والمحسوبية وحكم العوائل، جعلوه فريسة لدول الجوار ودول الإقليم والعالم. فهل سيبقى العراقيون ضحايا لديمقراطية زائفة؟ بالرغم من التقارب الذي حصل بين إيران وتركيا، لا سيما بعد الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في 2016، وبعد الأزمة الخليجية والمرونة التي تشهدها السياسة التركية تجاه الأزمة السورية خلال الفترة الماضية وتخفيف حدة خطابها تجاه النظام السوري، إلا أن ثمة أسبابا تجعل إيران أن تقف في موقف معارض شديد للهجوم التركي على شمال سوريا. أهمها أن تركيا منذ اليوم الأول من الأزمة السورية تقف في جبهة معادية لإيران في سوريا، وذلك من خلال دعمها المعارضة السورية طيلة السنوات السبع الماضية، بحسب الكاتب صابر كل كالعنبري في موقع عربي 21. لعل تركيا كانت تظن أن وقوفها إلى جانب طهران ضد التدخلات الخارجية في الاحتجاجات التي شهدتها مؤخرا مدن إيرانية، واشتراكها مع إيران في الموقف من الملف الكردي، يمنحها هامشا من المناورة والحرية في العمل العسكري داخل سوريا. لكن الرياح الإيرانية لم تجري كما تشتهي السفن التركية، رغم وجود هواجس ومخاوف مشتركة تجمع بين الموقفين التركي والإيراني حيال المسألة الكردية في المنطقة، إلا أن المقاربة بين الطرفين وسياساتهما تجاه هذه القضية مختلفة إلى حد كبير، كما أن إيران لها نفوذ سياسي واسع بين الكرد في عموم المنطقة لا يقارن به النفوذ التركي. فعلى سبيل المثال وفي إقليم كردستان العراق، تركيا ركزت على النفوذ الاقتصادي أكثر من السياسي خلال العقود المنصرمة، ولم تنجح في ترجمة ذلك سياسيا. أما إيران بالرغم من أن نفوذها الاقتصادي في الإقليم ضئيل ولا يقارن بتركيا، لكنها ركزت خلال تلك العقود على إرساء نفوذ سياسي كانت له مردودات واضحة
حيث مكنها مؤخراً بعد أزمة الاستفتاء من دفع الأكراد إلى التراجع عند حدود 2003. في السنة الأولى من رئاسة دونالد ترامب كان الضرر الذي أحدثته السياسة الخارجية التي انتهجتها إدارته أقل كثيراً من كل التخوفات، فرغم خطاباته الراعدة المدوية وتغريداته التي وصفت دكتاتور كوريا الشمالية كيم جونغ أون بأنه رجل الصواريخ الصغير، فإن ترامب لم يبدأ أي حروب سواء في شبه الجزيرة الكورية أو في بحر الصين الجنوبي، بحسب رأي الكاتب يوشكا فيشر في مقاله على الجزيرة نت. في مجمل الأمر، كفل المسؤولون البالغون في البيت الأبيض وزير الدفاع جيمس ماتس ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر ورئيس الموظفين جون كيلي استمرارية السياسة الخارجية، ويبدو أن الأمر نفسه ينطبق على السياسة الاقتصادية والتجارية. ولكن هل يعني هذا أن العالم يستطيع أن يطمئن؟ كلا بكل تأكيد، إذ تظل علامة استفهام كبيرة تحوم حول السياسة الخارجية الأمريكية في هيئة ترامب ذاته، فمن غير الواضح إطلاقاً ماذا يريد الرئيس، وما الذي يعرفه حقاً، وما يخبره أو لا يخبره به مستشاروه، ومن غير الممكن أن تتحمل أي سياسة خارجية متماسكة تقلبات ترامب المزاجية وقراراته العفوية. وما زاد الطين بلة أن تقليص الإدارة لحجم وزارة الخارجية الأمريكية تسبب في إضعاف القاعدة المؤسسية اللازمة لتنفيذ السياسة الخارجية الرسمية بدرجة بالغة، كما أن استراتيجية الأمن القومي التي نشرها البيت الأبيض مؤخراً ليست مطمئنة بنفس القدر. ويضيف الكاتب: لا شيء في هذا الوضع يبعث على التفاؤل، خاصة الآن فقد أصبحت الولايات المتحدة تحت قيادة رئيس لا يثق فيه سوى قلة من الناس، ويجب علينا أن نجتهد للتكهن بسياساته من فوضى تغريداته. والواقع أن عامل ترامب ربما يكون المصدر الأكثر أهمية لعدم اليقين في السياسة الدولية هذا العام. تمكن العلماء من تشكيل أذن من خلايا بشرية في المختبر وزراعتها لمريض، وذلك للمرة الأولى في عالم الطب التجديدي. واعتمد العلماء على تقنيات رائدة مكنتهم من استخدام الخلايا الغضروفية للأذن الخاصة بالمريض من أجل تشكيل خلايا جديدة. وخضع 5 أطفال لعملية جراحية تجريبية تكون فيها الأذن الخارجية غير متطورة، وتنطوي التقنية الجديدة على إجراء مسح مقطعي لأذن الطفل غير المتضررة من أجل الحصول على الأبعاد المتطابقة وتشكيل قالب مطبوع بتقنية ثلاثية الأبعاد قابل للتحلل وتتخلله ثقوب صغيرة. وشهدت تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد منذ ظهورها في 80s القرن الماضي تغييرات كبيرة، حتى أضحت واحدة من أهم التقنيات المستخدمة اليوم في الكثير من المجالات الصناعية والطبية. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
إلى اللقاء.